تجري منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تحقيقا بشأن عملية قتل نفذها تنظيم داعش لمدنيين حاولوا الفرار من غربي الموصل خاصة في الأيام الأخيرة الماضية، وفق ما ذكر مكتب حقوق الإنسان في بيان له. هذا وتشير تقارير المنظمة إلى قتل أكثر من 231 مدنيا من بينهم أطفال أثناء محاولتهم الفرار منذ 26 من أيار مايو الماضي.